الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.